سعد المجرد يقصد المحاكم من جديد، إليكم التفاصيل. من المرتقب أن يقصد الفنان المغربي سعد المجرد المحاكم مجددا برفع دعوى قضائية ضد إذاعة هيت راديو المغربية بعدما أعادت بث أغانيه على أمواجها بعد انقطاع دام 7 سنوات. وكشفت أحد المصادر الإلكترونية أن المجرد ينوي رفع دعوى قضائية ضد الإذاعة السالف ذكرها بعدما امتنعت عن بث أغانيه منذ أزمته التي امتدت لأكثر من 7 سنوات على هامش القضية التي كان متابع فيها بفرنسا التي رافقته منذ سنة 2016 قبل أن تبث الإذاعة أجدد أعماله الفنية في الأيام القليلة الماضية. وأضاف المصدر ذاته قائلا إن إقدام سعد المجرد على هذه الخطوة تعود لكون الإذاعة قررت منع بث أغانيه على أمواجها قبل النطق بالحكم النهائي في قضيته من قبل القضاء، وهو ما دفعه لاتخاذ موقف من الإذاعة الشهيرة. للإشارة أن آخر عمل أصدره الفنان سعد المجرد هي أغنية كاروسيل، والتي أصدرها برفقة الفنان البلجيكي المغربي أنس، والتي حققت نجاحا واسعا حيث بلغ عدد مشاهديها على اليوتيوب أكثر من 8 مليون مشاهدة في أقل من شهر.